المباراة في الطرف الآخر الفريق المضيف ناري المحرق في هذه المباراة. الحراسة تتواجد دائما بقفاز سيد المرمى أسيب عن هذه المرحلة وتواجد أيضا في بلاده هناك في البرازيل لتواجده طبعا في إدارة أحد الدورات التدريبية. كرة تتحول إلى الأمام من السيد محمد عدنان، تخليص الكرة وصلت أمامية وبداية سريعة في هذه الأمسية، وهذا ما نتمناه من خلال تواجد الفريقين داخل أرضية الملعب والإصرار للتواجد في الأمام من بداية المباراة. في بداية شوط المباراة الأول هدف مقابل لا شيء، والحد يتقدم في بداية الشوط الأول من المباراة. الكرة تتحول الآن واصلة إلى السلبية. كنا نريد أن نتحدث عن النتيجة السلبية اللي حضرت في مشوار الفريقين، لكن مامادو جاء بهدف سريع. النتيجة السلبية حضرت في ثلاث مناسبات ماضية يا مامادو. في ثيا عبد الوهاب يمررها، عبد الرحمن الأحمدي الضغط على حامل الكرة بالنسبة للفريق الحداوي، وصديق الزويد كان قد توقع فوز المحرك في شوط المباراة الأول بهدف، ولكن النتيجة السريعة جاءت لمامادو. يا جمعت ما بين الفريقين سبع مناسبات حضرت، الانتصارات الأربعة جاءت للمحرك، بينما الحد انتصر بنتيجة 1-0 في ثلاث مناسبات ماضية. عرضية من تياغو، الكرة خطيرة، الأحمدي يمرر، الأحمدي الكرة تصل بعد ذلك للبناي مرة ثانية لمصلحة المحرك. تدخل ليلي يمرر كرة لتياغو مرة ثانية في الجانب الأيسر. أحمد جمعة والبحث أول الآن إلى مامادو مرة ثانية، ما خذ له مكان. عبد الوهاب يحول له كرة واصلة إلى الجانب الأيسر، محمد فارس، محمد تصل إلى جمال عبد الوهاب مرة أخرى في الجانب الأيمن. الجبان يمرر له كرة، ليلي خاطئة، الكرة مرتدة، كرة هدف ثاني هي خطيرة لمامادو. عود مرة ثانية حداوية لمصلحة علي عبد الله، يمرر له كرة، تمريرة سريعة الكرة تصل لمصلحة المحرك مرة ثانية إلى الأمام. ليلي يقاتل، عند ليلي، ليلي عند التنفيذ، يحول كرة عالية للأمام داخل منطقة الجزاء. أحمد جمعة يب هناك في الجانب الأيمن، حركة قوية الآن عند تياغو، يحول الكرة ليلي، ليلي يمر الكرة لجمال راشد، تحول الآن وصل بلمسة، كرة تتحول بعد ذلك إلى تياغو، خاطئة والخطأ لمصلحة المحرق. كفته هي الأرجح في عدد الانتصارات، بأربع انتصارات ماضية بهذه النتيجة، بينما الحر سجل ثلاث مناسبات وتسجيل هدف ثاني. عرضية داخل منطقة الجزاء، السيد يخرج والكرة تتحول، لا زالت الآن مرتدة، وصلت لمحمد فارس، رابحة بكل تأكيد للحد. كرة تتحول الآن ليلي محرق، واصلة إلى أتياغو برادو، يمر الكرة خلفية، محمد ميرزا في المكان والوقت المناسب، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تتحول الآن داخل المنطقة من أمام تياغو، خاطئة مرة ثانية في الطرف الأيسر بشكل خاطئ فعلا. الخلل يتواصل والأخطاء تتواصل بالنسبة لتمريرات المحرك في منتصف أرضية الملعب. هذه المرة الكرة سيد عدنان يحول الكرة للجانب الأيمن، تعود مرة ثانية إلى جمال راشد، جمال انطلاقة، السلام من أمام أيضا تياغو، تسديده معادة بعد ذلك، تخلص وصلت إبعاد، سيد عدنان يسدد له كرة مباشرة باتجاه المرمى ويكسب خلالها عن المحرق. لا زال يبحث عن فرصة أولى في شوط المباراة الأول، بينما الكرة في منتصف أرضية الملعب عند تياغو، يحول كرة
إلى الأمام من أمام عمالقة الدفاع. الكرة طالت إلى عباس أحمد، هذا هو السيد محمد عدنان. كرة عالية للأمام، الكرة تتحول مرة ثانية عبد الوهاب، تدخل آخر والكرة تتحول الآن للجانب الأيسر. طلال الشروقي يمرر كرة أمامية، ماتيوس قطعها، الكرة تعود مرة ثانية إلى المنتصف، لمسة ليلي يمرر هو الآخر إلى اللي طبعا في اعتقادي الشخصي نجح وبشكل كبير في أن يفرض سيطرته ويفرض أسلوبه داخل أرضية الملعب في شوط المباراة الأول. جمعة الآن يحول كرة، أحمد يستلمها يعيدها إلى الخلف لمصلحة المحرق عند ماتيوس، مرة ثانية لتياغو، خاطئة التمريرة، الضغط على حامل الكرة والخطأ تماما في منطقة لمصلحة اللاعب كارلوس جوثاني. كرة تتحول إلى الأمام، كرة تكررت كثيرا بالنسبة، كرة حاضرة الآن ركنية لمصلحة المحرك والعودة للمباراة، ربما يكون عنوان الكرة القادمة. الكرة تتحول إلى ركنية أخرى والمحرك الآن ومشوار العودة إلى نتيجة التعادل. الكرة تتخلص إلى خارج أرضية الملعب، كرة تخلصت إلى رمية جانبية تمر الآن، لمسة الكرة تتحول فر من أرضية الملعب الآن في شوط المباراة الثاني، بغية من طبعا خالد تاج لزيادة الغلة الهجومية ولزيادة الكثافة العددية في خط المقدمة، وأيضا تياغو برادو وعبد الوهاب علي سيكونان في منتصف أرضية الملعب، بينما تياغو وإيفرتون في خط المباراة الثاني. الآن كرة تتحول أمامية مقطوعة إلى الجانب الأيمن، موسيس يحولها للأمام، الرأسية من أمام علي عبد الله مقطوعة، عادت بعد ذلك إلى مصلحة المحرك. تياغو خاطئ يحولها بعد ذلك إلى ماتيوس، ومن ثم إلى حمزة الجبن، تعود إلى تياغو برادو. برادو الآن يمرر حمزة الجبن في اللقطة الماضية، سيد عدنان يكمل عليها، والمحرك بادي بوضع الحد في منتصف ملعبه في بداية شوط المباراة الثاني. المحرك أجرى تغيير أول في بداية هذا الشوط بدخول إيفرتون وخروج عبد الرحمن الأحمدي. الكرة خلفية، حداوي ثاني سريعا في شوط المباراة الثاني في الأربع دقائق الأولى من هذا الشوط، أحداث مثيرة، هدف تعديل وركلة جزاء وهدف ثاني ومباراة سريعة في مجريها. لكن الحديث بعد هذه الكرة من محمد ميرزا، محمد يحاول يعدي لكن يفقد الكرة، نتيجة الهدفين لهدف واحد تكررت في مناسبتين، وكلا لنا الجمهور المحرك يتوقع هذا السيناريو خصوصا بعد عودة المحرك إلى المعادلة، هل كانوا يتوقعون تسجيل هدفين؟ كذلك بالنسبة لجماهير الحد، هل كانوا يتوقعون هذا السيناريو السريع الحاصل في شوط المباراة الثاني بتسجيل المحرك للمعادلة وبعد ذلك اختناص هدفين سريعين في شوط المباراة الثاني؟ فقط الآن 3 أهداف لهدف واحد، 6 أهداف في مبارتين يا خالد تاج. الكرة تتحول الآن خلفية، عبد الوهاب واصلة، قد يتحمل مسؤولية الهدف الأول وكذلك يتحمل مسؤولية الهدف الثالث وبشكل كبير وبنسبة كبيرة طبعا هي الهدف الثالث. الكرة تتحول، ربما التركيز غير موجود للسيد محمد جعفر بالنسبة للإرهاق الحاضر خصوصا بعد طبعا تحقيق أخرى لمصلحة المحرق. ماتيوس يتركها لأحمد جمعة، يمررها لماتيوس مرة ثانية، ليلي في المنتصف، بل هو تياغو يحول كرة إلى الجانب الأيسر، كرة محرقاوية الآن ومحاولة من الجانب الأيسر عند أحمد جمعة، يعيدها إلى تياغو برادو مرة أخرى للبناي في الخانة لمحمد فارس،
فلامرزي يحاول كرة يا سلام على التمريرة لكن قصيرة هذه المرة من مامادو. كرة حمراء، كرة محرقاوية، كرة خطيرة الآن، المحاولة موجودة لكن مقطوعة من السيد محمد عدنان، تعود مرة ثانية من البناء. الكرة تتحول إلى جمال عبد الوهاب إلى منتصف أرضية الملعب، معادة إلى الخلف، عبد الوهاب يمررها مرة ثانية لجمال، يلعب كرة ساقطة، السيد عدنان قاطعها بشكل سليم، محمد فارس وتدخل أيضا أتياغو مرة راشد، جمال يحول كرة للبناي، يمرر كرة على الآخر داخل منطقة الجزاء، عبد لمحمد صاحب هدفين من كرات ثابتة، الأولى من ركلة جزاء والأخرى من خطأ ومن كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء. إلى الجانب الأيمن وصلت الآن، عبد الوهاب يحول كرة في الجانب الأيمن مستمرة، لازالت المحاولة موجودة داخل منطقة الجزاء، اعتراض من عبد الوهاب المالود بشكل رائع في الكرة الماضية، الكرة تتحول إلى جمال راشد مرة ثانية من أتياغو برادو ليلي البناي، جمال راشد إلى برادو مرة ثانية تمريرة، المحاولة موجودة للمحرك عند إيفرتون، كرة تتحول موسيس، مرت من أمامه إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، الكرة تتحول، محمد عبد الوهاب طويلة إلى السيد محمد جعفر، واصلة في الجانب الأيمن مرة أخرى، تياغو برادو مرة ثانية إلى إيفرتون، الكرة تمر، إلى منتصف أرضية الملعب، تعود مرة أخرى، سريع الآن إلى الخلف، الكرة تتحول عند عباس أحمد، يحول كرة أمامية عباس مرة أخرى، عبد الوهاب جانبية، رمية جانبية إلى عبد الوهاب، يمرر كرة إلى برادو، تياغو يحول كرة في الجانب الأيسر، زالت موجودة داخل منطقة الجزاء، الكرة تبعد وتتحول، لا زالت عند مامادو، ماذا بقي في هذه القمة وماذا بقي في هذا الدير بلال في شوط المباراة الثاني، الكرة مقطوعة، الكرة تتحول أمامية وسريعة، الكرة لازالت مقطوعة وإلى صافرة وخطأ، أول إلى أحمد جمعة، 82 دقيقة، ثلاثة أهداف حداوية خالصة في هذه المباراة مقابل هدف واحد، الكرة تتحول إلى الجانب الأيسر، الكرة تتحول بعد ذلك إلى المنتصف، الكرة لمحمد عبد الوهاب، محمد يمرر، تعود لمرة ثانية لكن مقطوعة لمصلحة المحرق الآن في الجانب الأيسر، على اللمسة لكن مقطوعة من أمامه إلى الخلف، يجبر طبعا الفريق الحداوي يجبر المحرق للتراجع للصناعة من الخلف، وهذا ما يريد الحد الآن في شوط المباراة الثاني لاكتمال الوقت في شوط المباراة الثاني، الكرة تتحول إلى الأمام، واصل خارج أرضية الملعب أحمد، الكرة تعدي، كرة تتخلص إلى الجانب الأيمن، هل من مزيد في شوط المباراة الثاني؟ هل من حديث آخر في مجريات ديربي الجزيرة الآن؟
ما بين المحرق والحد. فعلا ديربي أوفى بوعوده الكاملة من خلال هذه المباراة. الكرة تتحول إلى كرة تتحول واصلة في المنتصف أمامية داخل منطقة الجزاء. عباس تتحول إلى الأمام واصلة تعود مرة ثانية. لمسة في الجانب الأيسر. الكرة تمر لمصلحة المحرق الآن. تياغو برادو يحاول كرة لعبد الوهاب علي. عبد الوهاب إيفرتون يفقدها وتعود مرة ثانية للمحرق. البحث عن العرضيات بينما الكرة تصل لمنتصف أرضية الملعب. برادو يعيدها مرة ثانية لماتياس. يمر الكرة بعد ذلك لمصلحة المحرق عالية داخل منطقة الجزاء. تبعد من السيد عدنان. الكرة تتحول مرة ثانية لمحمد عبد الوهاب. محمد مقطوعة من أمامه. الكرة تمر إلى خطأ. خطأ لمصلحة محمد البناء في الجانب الأيمن. كرة تتحول إلى الخلف لمصلحة المحرق الآن. عالية داخل منطقة الجزاء. الكرة تتحول. 4 دقائق وقت بدل ضائع. مقزة يسكنها برباعية في شباك المحرق في معقل المحرق ومن أمام جماهيره. فعلا إنها لعبة الحجاوية في هذه المباراة. خطأ هناك في الجانب الأيمن. واصلة 4 أهداف مقابل هدف واحد. هل تكررت على النهاية؟ والكرة تتحول إلى مصلحة المحرق. هذه كرة إيفرتون كان يطالب فيها بركلة جزاء لكن السماهيجي أشار إلى الاستمرارية. أداء رائع من السماهيجي في هذه المباراة. الكرة تتحول مضت من الجميع